ألف مبروك الفيلم. الله يبارك فيكي وميرسي ميرسي بتشرفكم معانا. اتكلمنا عن أول بطولة سينمائية قوية جدا بدأناها من متعب وشادية. يسمع من بوقك ربنا. متعب وشادية هو بطولة جماعية أنا وعليا الكبالي، أول تجربة ليها في السينما وأول تجربة ليها في الإنتاج كمان، ومن هنا كمان فرصة إن أنا بشكر كل الناس اللي شاركونا، الكبار العظماء اللي شاركونا إن إحنا جم وقفوا جنبنا، الأستاذ أحمد بدير، الأستاذ سعيد صالح، الأستاذ عزيز البدراوي، عايدة رياض، سعيد ترابيك، أحمد صيام، أشرف طلبة، محمد شرف، رباب ممتاز، وتاتيانا، وتامر سمير، وعمرو يسري، وعصام شاهين، مجموعة كبيرة قوي الحياة الحمد لله جم وقفوا وشاركوا معانا التجربة دي، ويا رب تبقى حاجة كويسة بإذن الله. دايما معروف عنك انك عنيف في الادوار وبتاخد ادوار، مره حتى ضابط شرطه عنيف، بلطجي عنيف، انت النهارده سواق ميكروباص، ايه العنف بقى اللي في؟ مفيش، لا والله مفيش عنف، بالعكس انا بحاول ابعد العنف عن ولاد البلد، عن ولاد الحاره المصريه. مش يعني كان الهدف اللي اتفقنا انا واحمد عليه ان احنا دايما بقى في الفتره الاخيره بقى يطلع العشوائيات عندنا او الحاره عندنا عباره عن ما هي الا افراز بتفرز البلطجيه والارهابيين وتجار المخدرات وخلافه. الموضوع ده كان مستفزني جدا، ويمكن حتى جيت لما اتكلمت مع احمد ومع عليا ان احنا مفيش كده، ولاد البلد ولاد الحاره دول ولاد بلد طيبين جدا 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 وعايزين يعيشوا بسطاء جدا جدا، احلامهم بسيطه. فمن ضمنهم متعب وشادية، هم بنفس الصبغة بتاعت الحارة المصرية الطيبة. يعني ده اللي احنا حاولنا نقوله. متعب سواق ميكروباص عليه أعباء حياة كبيرة جدا وبيصادفوا مشاكل كثيرة جدا في الحارة وفي الموقف من الحكومة ومن غير الحكومة. عليا نفس الشيء، هي بنت في رقبتها أب عاجز أو مريض، واخت قربت لسن العنوسه، وطفل منغولي هي المسؤوله عنهم بتربيهم عن طريق انها بتبيع الشاي في الموقف. كلنا نفسنا نعيش حياه كريمه، نفسنا نحقق احلامنا ان احنا نحلم براحتنا وان احنا نتجوز، يعني دي احلامنا. مش عايزين حاجه من الحكومه، لو هتعمل لنا حاجه تفيدنا اهلا بيها، لو هتعمل لنا حاجه بس في الاخر ما بتفيدناش بتضرنا فاحنا مش عايزين حاجه منهم، يسيبونا بس بحالنا. يعني ده المورال بتاع الفيلم في الاخر. انما في جزء رومانسي بين متعب وشاديه. اكيد في جزء رومانسي بين متعب وشاديه، بس يمكن خلينا الجزء ده شويه الجمهور يحسه، يعني ما تعملش مشاهد اللي هي مشاهد حب ومشاهد انها تفسح، هم بعيد عن ده. متعب وشاديه الحياه مكربسه فوق دماغهم مش مخلياهم يحسوا بده، بس بتحسي بالتاتشات، بتحسي بنظراتهم، بتحسي لما متعب بيتخانق علشانها، بتحسي لما شاديه بتبدا تتخانق مع متعب، بس لو حد جه يقرب له بتبدا هتاكله بسنان. وشاديه انسانه ضعيفه جدا جدا، مداريه ضعفها في طوله لسانها، في عنفها وسط العمال، والا مش هتعرف تعيش، او وسط عمال السواقين في الموقع، فمن هذا القبيل. لكن مفيش مشاهد بعينها ان دول قصص حب ورومانسيه وماسك ايديها وماسكه ايدي، لا مفيش كلام. طب الغنى بقى، احنا عرفنا ان انت غنيت جوه الفيلم. والله بص انا غنيت جوه الفيلم، احنا غنينا حاجه كانت عاملينها للالترس، هي فكره كانت جات لي كده ان احنا نعمل جملتين كده نحيي فيهم الالترس برضو، لان انا ضد الناس اللي مش واخده حقها او ضد الناس اللي بتتهم باتهامات باطله. ما عنديش انتماءات كرويه ومش الترساوي زي ما بيقولوا، بس ليا اصحابي كتير التراس ومشجعين وعلى الفيسبوك، دكاتره ومهندسين وطلبه جامعات ومعاهد وناس كويسين. اللي بقى يحصل كل حاجه بتحصل دلوقتي، ان يحصل شغب في البلد ويحصل بلطجه في البلد، بيتقال عليهم اصل دول الالتراس، اصل دول الالتراس راحوا وحرقوا مش عارف ايه، اصل دول الالتراس اللي راحوا وعملوا. انا شايف ان هي مش الموضوع مش كده خالص، شايف الموضوع بقى مسيس في الفتره الاخيره سياسيا، زي البلد ما بقت مسيسه كده بافكار معينه بتزرع في دماغنا، ان بقى هم دول كمان بقينا نلزق
في الالتراس حاجات كتير، زي ما كان فيه في وقت من الاوقات في طرف ثالث فاختفى بقدره قدره قادر الطرف الثالث ده، فماسكين دلوقتي بس الالتراس عمل. المهم مش طول عليكي، فجينا في مشهد احنا قاعدين وبنحب بعض المشهد المنصر رهيب، فبيجي لنا حد عايز توصيله للاستاد، ولاد رايحين يشجعوا الكوره، فبقول له يا عمنا مش فاضي دلوقتي وبتاع، يعني مش شايف القعده الرومانسيه، فهي بتقول لي لا قوم رزق يحب الخفيه. فقلت لها طب ما تيجي نعمل غنوه للالتراس هنا، ان احنا بنقول الالتراس دول هم ما اكتر هم بيحبوا، دول ناس طيبين يعني، ناس وناس مؤمنين بقضيه، هم بيجروا يشجعوا فرقتهم يعني بكل حرقه، فمستحيل يبقوا بلطجيه يعني، انت فاهمه؟ قلت لها ما تيجي نعمل غنوه عنها، فلقت قبول الفكره. فبعد 3 4 ايام لقيت عاليه جايبه حد كاتب الكلمات وحد ملحن ودخلنا نغني، فغنينا وبالصدفه ان هي اتذاعت الغنوه يمكن على الفضائيات بعد ماتش الاهلي والترجي اللي الحمد لله كسبنا فيه. احساسك ايه بقى والاغنيه اول ما طلعت الناس كلها تقريبا عملت لها شير؟ بص انا ما شفتهاش على التي في لاني بشتغل، انا مش بس ممثل، بس طبعا انا اللي مسجلها وانا اللي عاملها. احساسي كنت فرحان جدا لما الناس بيكلموني ماشي في الشارع، انت عامل اغنيه؟ قال لهم اه. فيعني انا مش مغني، انا كنت بادي يعني، بحاول ادي يعني. الخطوه الجايه بعد ما تعب وشادي عشان؟ والله الخطوه الجايه لسه عندي كذا حاجه بقراها، والحمد لله مجرد ما دخلت الاستوديوهات ان انا بصور بطوله، فبدات الاقي ان بيتعرض عليا اعمال يعني. انا يمكن شويه مقل، كان بيجي لي حاجات يمكن بعد ما عملت راندفو اتعرض عليا بطولات وكنت برفض لاني مستني، مش عايز استعجل يعني، عايز اعمل، انا كنت عامل مشهدين في راندفو، جالي بطولات بعدها وكنت رافض ورافض ان انا اعمل حاجه انا مش حاببها الحقيقه يعني. وما عنديش مشكله ان انا بعد ما عملت بطوله ان انا ممكن اعمل دور تاني في فيلم اكون انا حابه، او دور تاني في مسلسل ابقى انا حابه، بس مش ما عنديش الكلاكيه بتاعت ان انا بقيت نجم او بعمل بطوله لا يعني. انت فنان جميل يا اشرف، احنا مبسوطين بيك النهارده معانا في الاخبار. ربنا يخليكي وميرسي، وانا اللي مبسوط ان انتوا معانا هنا. الله يبارك فيكي، ميرسي.